اتفاقيات الجوج اليوم اللي تمضات في وزارة الإدماج الاقتصادي، ياك باش من الإدماج الاقتصادي والتكوين المهني والتشغيل والمقاولات صغيرة جدا، هاد الاتفاقيات بجوج عندهم أهمية بحيث أنهم كيواكبوا التطور الصناعي ديال بلادنا بالكفاءات اللي محتاجينها الصناعيين، بالأخص في صناعة السيارات بالنسبة للتحول اللي كتعرفوا في صناعة السيارات اللي كتمروا للسيارة الكهربائية، وكتحتاج كفاءات جديدة اللي اليوم غنوفروا لها بمعية المصنعين وجهاز ومنظومة التكوين المهني ديال المملكة، غنوفروا لها كل الإمكانيات باش نوفروا الكفاءات اللي كنحتاجوها واللي مطلوبة واللي عندها قيمة مضافة كبيرة، هي أكبر يمكن قيمة مضافة بالنسبة لتطوير الصناعة ديال البلاد. كاين انتقال للصناعة ديال بلادنا اللي حققت واحد الطفرة نوعية رغم الجائحة، واللي رجعت اليوم خصوصا صناعة السيارات حسب المعلومات اللي عطانا السيد الوزير رجعت للمستوى الإنتاجية ديالها والتصدير ديالها المرتفع، واللي بفضل طبيعة الحال هذه الاستثمارات الكبيرة اللي كاينة في بلادنا. والسؤال اللي مطروح علينا اليوم هو هاد الصناعات هادي ما هي التحولات اللي عندها؟ كاين تحولات مهمة في أنماط الإنتاج، ولكن كذلك كاين تحولات في التكنولوجيات المعتمدة اللي كتواكب واحد القرارات خدتها واحد العدد من المجتمعات وواحد الدول على المستوى العالمي فيما يسمى بالانتقال الطاقي وما يعني ذلك من طلب على السيارة الكهربائية بالخصوص. هاد التحولات عندها واحد التبعات على مستوى التكوين وعلى مستوى الموارد البشريه اللي كيف ما كتعرفوا هي من الرافعات ديال التنافسيه ديال هذه المقاولات المستثمره في المغرب. اذا باش هذه المقاولات تقدر تكون عندها تنافسيه وديمومه واستمراريه في النموذج ديالها الاقتصادي خصها تكون عندها واحد الموارد البشريه واحد الكفاءات اللي هي اقرب ما يكون من الانماط ديال العمل ديالها. وعمليا الاتفاقيات اللي كانوا مع المكتب الوطني للتكوين المهني ومنع الشغل هي بموجبها هذه المقاولات تتوضع رهن اشارات المكتب هذوك المنصات ديال التدريب دي بون دي سي اللي كيستعملوهم المتدربات والمتدربين باش ملي تيخدموا فيهم وكانهم موجودين في وسط المقاوله، وبالتالي داك المهارات اللي تيكتسبوها هي مهارات قريبه جدا من المهارات العمليه اللي كيحتاجوها باش يقدروا يكونوا جاهزين في العمل. هذا الشيء كيجعل انه الكلفه ديال الانتقال من العالم ديال التكوين للعالم ديال التشغيل تتكون جد منخفضه على المقاوله، وهذا استثمار استباقي لهذه المقاولات في التكوين المهني. اخر حاجه بغيت نقول هذا الشيء لن يفيد فقط المقاولتين، سوف يفيد المنظومه كلها ليكو سيستيم كله المعني بهذا الامر، بحيث انه يعني هذا الاستثمار هذا خاص بجميع الشركات والمقاولات اللي تتخدم في هذا الاتجاه، وهذا الشيء تيشرف بلادنا اننا كنشوفوا مقاولات يعني تدير هذا الاستثمار هذا في الموارد البشريه تتحل المشاكل ديالها، ولكن كذلك تساهم في الرفع من الجوده ديال المنظومه كلها. ونتمنى والله ان شاء الله الشباب ديالنا يكون حتى هو في المستوى وراه في المستوى باش يقدر حتى هو يعطي وحتى هو ملي يجي يخدم يكون ينال الرضا ديال المشكل.